معايا، النيكل والكوبالت والليثيوم دول قلب صناعة البطاريات عالميا، سواء بطاريات الأجهزة أو العربيات الكهربائية أو أنظمة الطاقة النظيفة. النحاس وهو عصب الصناعات الكهربائية والاتصالات، فالطلب عليه ممكن يزيد 2040 ومتوقع يوصل لزيادة 40%. وخد المفاجأة دي، الصين مسؤولة عن 60% من الانتاج العالمي للمعادن دي، ومسؤولة عن 85% من قدرات المعالجة والتكرير. يعني لو المعادن مش طالعة من أرضها أو من مناجم تمتلكها، فبرضو لازم تعدي على الصين عشان تعرف تعالجها وتطلع لك المادة الخام اللي تقدر تستفيد بيها. تسأل دلوقتي سؤال مهم، علاقة الروبوتات والمركبات ذات القيادة بالقصة دي؟ دلوقتي احنا قررنا ننزل نجيب المعادن دي، بس هل ينفع ننزل كده وخلاص؟ لا طبعا، لحد اخر 5 سنين كان مستحيل ننزل الاعماق دي، لانه ببساطة احنا ما نعرفش عنها اي حاجة. اكتر عمق ممكن الانسان يوصله بنفسه كان 200 متر، بعد كده جسمك مش هيستعمل الضغط. طيب نركب غواصة؟ تمام، بس حتى اقوى الغواصات التقليدية ما تقدرش توصل اكتر من